بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ لأنه الوقت ما بحب أنا نتأخر كثير عليكم حتى نستفيد من الموضوع، أعطيه الموضوع حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم عندنا موضوع جدا جدا مفيد للمؤسسات وسهل بسيط، ما بريد الناس تأخذه بشكل معقد، لأنه هو ببساطة حساب التكاليف أمر 1+1=2، يعني أمر منطقي يعتمد على المنطق. من خلال بحثك للمعلومات وإيجاد المعلومات وتطبيقها في حيز الواقع، من هنا تستطيع أن تنجح في حساب تكاليفك. بالنسبة لمادتنا ومنهاجنا ده يكون بسيط وسهل بإذن الله سبحانه وتعالى. حساب التكاليف سوف نتعرف على المضمون، هو فيها 4 أجزاء. الحقيقة أعرف تكاليفك هي نقطة مقدمة أساسية للمشروع نتعرف من خلالها، بينما العمل الأساسي هو في القسم الثاني، بينما القسم الثالث والرابع هي عبارة عن ملحقات، لأن من يتقن الجزء الثاني اللي هو التصنيع والخدمة إن كان ذات منتج متعدد من السهل أن يعمل على منتج واحد، ومن السهل أن يعمل على البيع بالمفرد والجملة، وهذا ما سوف نجده في العمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن المذكرة غنية جدا جدا في المعلومات، بتمنى أن ترجعوا لها وتستفيدوا منها كثيرا جدا جدا، وخاصة المذكرة الجديدة. أنا ما أرسلت لكم المذكرة القديمة، أنا متأكد أنه أرسلت لكم المذكرة الجديدة فيها معلومات مرتبة ومصنفة ومفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لن نطيل عليكم، سوف ندخل مباشرة إلى الموضوع، ما هي التكاليف وكيف نتعامل مع التكاليف في المؤسسة. أولا إذا بتتذكروا في التسويق، مادة التسويق لما توقفنا قلنا حتى نستطيع نحسب قيمة المنتج لدينا قلنا نحتاج إلى تكاليف المنتج، أي أن تكاليف المنتج هو وحدة أساسية في دراسة سعر المنتج، ولكن ليست تكاليف فقط وحدها. ذكرنا 3 أشياء، مين اللي بذكرني لازم يبعث لي على الورقة، يبعث لي شو هن الأشياء الثلاثة إلى مكافأة. كيف استطعنا أن نجمع بين هذه الأشياء الثلاثة وندمجها مع بعض في كتلة واحدة، الكتلة الرابعة، ونعطي السعر الأنسب للمنتج؟ اللي بيعطينا إياها بتذكر يكون متذكر مادة التسويق إلى مكافأة. ما هي التكاليف؟ ماذا نقصد بالتكاليف أصلا؟ التكاليف هي الأموال التي ينفقها مشروعك لصناعة أو بيع سلعة أو خدمة. هذه أول كل شيء يجب أن تعرفه. إذن هي مجموع الأموال، لاحظوا معي، كل الأموال التي ينفقها مشروعك أو ندفعها إن كان إيجارات أو مصاريف أو بيع أو شيء من أجل وصول إلى خدمة. لهذا يجب أن ننتبه في إدارة المشاريع، نتوقف عند أمر في غاية الأهمية. انتبه عندما تحسب مشاريعك لا تتجاهل بعض المشاريع تقول أمر غير مهم. أنا وجدت بعض الناس يقولون أن حساب التكاليف عادي، أنا مثل ببيع غيري، ببيع أنا بشتغل المنتج وببيع نفس السعر. هذا كلام غير منطقي، وسوف نوجده الآن ونوجد الحل المنطقي لهذا الأمر. الشيء الآخر، تجاهل الضرائب التي تكون مترتبة عليه، خاصة عنا في تركيا. في بعض الدول أنا أعرف كثير من المؤسسات أغلقت بسبب الضرائب، بسبب أن ما حسبت أنه عند منتج وعند ضرائب أو عند محل وعند ضرائب، إجت في النهاية عند تراكم من الضرائب، واضطرت إلى إما إغلاق المشروع أو دفع مبالغ كبيرة خسر من خلال المشروع. النقطة الثالثة التي أريد أن أتوقف عندها، انتبهوا، قد لا يشمل مشروعك أو منتجك، لا تضع أثناء السعر كل التكاليف، وخاصة التكاليف المحدثة. يا جماعة الآن نحن بعصر متغير، لازم يكون في عندك حدس، في توقعات أن الأسعار قد تتغير، وهذا شفناه أننا في بناية بعض الأشهر نجد أن أشهر وتغير الأسعار، خاصة اليوم أكثر الأسعار عم تتعامل بأسواق مختلفة، وهذا شيء انتبه، وخاصة في بعض السلع أو بعض الأمور متغيرة كثيرا لأنها تأتي من خارج الدولة. وعندما تكون بعض الأمور مستوردة، بائع الجملة أو بائع المفرق قد يتضرر من هذا الأمر. لهذا قبل أن نبدأ ونتعرف على التكاليف، انتبه إلى هذه الأمور الثلاثة. وضع في ذهنك أنني أنا وضعت مشروعي من أجل أن أربح. حتى أربح لازم أكون متيقظ، بعض الأخطاء أو الهفوات البسيطة قد تودي بالمشروع ويسقط المشروع. من هنا ننتقل، ما المقصود إذن بحساب التكاليف؟ المقصود بحساب التكاليف كل شيء ندفعه. عندنا المواد الأولية،
عندنا قيمة نقل المواد الأولية، عندنا أجور العمال وأجور صاحب العمل، وهذا كثيرا بعض الأحيان نتجاهله، عندنا المعدات والأدوات وتلف المعدات والأدوات أيضا، عندنا الكهرباء والمياه والهواتف، عندنا إن كان كراء. في نقطة نحن كنا مشروع العائلة ما نحسبها بشكل جيد، اللي هي قد المسكن كان إنا أو الأرض والمصنع كان إنا ملك، ما كنا نحسب له كراء. حتى وصلت فترة مع إخوتي قلت له أنا أعطيني قيمة القراء، اكري منك المكان وأعطيني الأرباح، ما بيربح قيمة القراء. لذلك يجب أن ننتبه، وإن كان المكان ملكك أنت الشخصي لازم تضع تقدر كم يكون سعر هذا القراء. إذا ما بتوفي معك معناها أنت عم تخسر، أنت معناها إذا أجرت مكانك أو محلك قد تحصل على أرباح أكثر من هذا الأمر. الشيء الآخر، قد يكون هناك فوائد من القروض أو للمستفيدين أو للشركاء، في لهم أرباح، لازم أنا أطالع أرباح. شو هي أشياء كلها لازم نحسب كم يكون أدفع للبنوك أو أدفع للقروض الذي أحصل عليها. إذا نجد أن المشاريع المقصود بحساب التكاليف كل هذه الأمور التي نعمل عليها والتي تؤثر على نتاج المشروع. بهذا الشكل يمكن أن نوزع المشروع إلى صنفين أساسيات للتكاليف. بعد ما تعرفنا على ما هي التكاليف نوزعها إلى شيئين: واحد، تكاليف إنتاجية، اثنين، تكاليف متعلقة غير متعلقة بالإنتاج. ماذا نقصد بهذا؟ التكاليف الإنتاجية تتعلق في تكاليف المادة الأساسية أو المواد الأساسية في المشروع بالإضافة لليد العاملة، وهي ما نسميها أو ما سوف نتبع على التسمية تكاليف مباشرة. أما النقطة الثانية، تكاليف غير متعلقة بالإنتاج، هي تكاليف غالبا أصحاب المشاريع كانوا يهملونها، وهذه نحن كنا نهمل بمشروعنا كلها بأكثرها، وهذا كان سبب خسارة مشروعنا وبيع المشروع وتركه، وهو أننا لا كنا نحسب النفقات العامة، خلاص نحسب قيمة المادة الأساسية وبناء عليها نسعر. كثير من الأحيان نحن أجرتنا نحن أصحاب المحل أو أصحاب المشروع ما نحسب أننا عم نتابع المشروع وعليه أموال لازم نحن ناخذ أجر عنا، كنا نظن أنه يخرج الأرباح هذا يكفي عنا، وهذا خطأ. صاحب المشروع لازم الشخص صاحب المشروع يكون له راتب مثل أمثاله اللي بيعملوا في هذا الأمر. لو جئت أنت شخص مكانك وضعته في المشروع كم تعطيه من مال؟ يجب أن تأخذ أنت هذا المبلغ من المال، وإن أخذت أقل اعلم أنت أنقصت بحق نفسك أصلا، أنت تركت من أجورك ضميتها لأرباحك. النقطة الأخرى، تكلفة الاحتلاك. إن كان عندك سيارة بعد فترة زمنية بينقص سعرها، إن كان عندك معدات أو آلات سوف نرى هذا الموضوع بالتفصيل. موضوع الاهتلاك في التكاليف، وجدت أن 75% من أصحاب المشاريع يتهاونوا في هذا الأمر. بتقول لي كيف؟ أقول لك بوجدوا أن الأمر عادي، أخذوا المشروع، هذه أدوات المشروع. أدوات المشروع ولكن لها أجر، لها اهتلاك كل سنة عم بنزل من قيمتها. في بعض الأدوات عم تحترق أو بعض الأدوات تتلف تنكسر، بصير لها كثير من الأمور، أنت بحاجة أن تشتري أدوات بدالة. بعض الأدوات بصير قديمة، حتى الكمبيوتر اللي عندك بعد 4-5 سنوات صار تالف قديم، صار بطيء، ما عاد يخدمك مثل الأول. لذلك أنت لازم تشتري كمبيوتر بداله. هذا الفرق السعر هو اهتلاك بالأصل. لذلك نقسم مشروعنا إذن إلى قسمين، التكاليف قسمين: تكاليف الإنتاج وهي التكاليف المباشرة، وتكاليف غير متعلقة بالإنتاج وهي التكاليف الغير مباشرة. كيف نفصل هذا الأمر وماذا نستفيد من هذا الأمر؟ هل يمكن أن نستفيد من هذا الأمر حقيقة؟ كيف نستفيد من تحسين المشروع إذا أنا حسبت تكاليفي؟ هل ممكن أستفيد؟ نعم، إذا نحن حسبنا التكاليف بشكل جيد سوف يستفيد المشروع بشكل كبير جدا. ما هي الفوائد التي سوف نجنيها؟ أولا، سوف يساعدك حساب التكاليف في تحديد الأسعار، ونحن ذكرنا هذا الشيء في التسويق، قلنا أهم ركن حتى تحدد سعر المنتج عندك أنك تحدد سعره بشكل مناسب. بتقول لي أنا بضع السعر وبضيف شيء قليل، أقل لك خطأ تضيف شيء قليل. أنت بعد ما تضيف عنا أمور أخرى إجرائية، ونحن قسمناها في 3 خطوات، وقلنا هناك خطوة رابعة حتى تكتمل هذه الأشياء، وهذا اللي قلت لكم تذكروا هذا الأمر وارسلوا لي رسائل وله مكافأة، نعطيه تحية وكثير من القلوب والشكر إذا استطاع أن يجد لي 4 أشياء أو 4 خطوات لحساب السعر
في التصنيع. النقطة الثانية التي نستفيد من حساب التكاليف الحد من التكاليف، أستطيع أن أتعامل مع التكاليف والتحكم بها. بعض الأحيان قد أنقص من التكاليف، بتقول لي أنا قد أنفق بعض النفقات الإضافية تكون ما لها شيء بالأصل، ممكن أستغني عنها. بعض الأشياء ممكن أحسن الجودة ولكن بنفس السعر. لهذا نقول الحد من التكاليف هي نقطة جدا مهمة. لهذا لما أنت بتحسب تكاليفك صح بتعرف بالضبط أين ذهبت النفقات وأين هناك نفقات زائدة يجب أن أستغني عنها ولا تعد في المشروع أصلا حتى يربح مشروعي أكثر. لا تنسوا يا جماعة، كل مشروع هو مشروع تجاري هدفه إنساني أن نخدم الناس. هذه لاحظوا قاعدتنا الأساسية، لدينا رسالة نخدم الناس والمجتمع ونرضي الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، ولكن كمان بحاجة نحن نعيش، بحاجة إلى مال يكون هذا المال هو المساعد الأساسي لنا في النجاح في المشروع. النقطة الثالثة في اتخاذ قرار أفضل بشأن المشروع حتى بشأن المنتج. أنا لما بعرف تكلفة المنتج قد أنا أغير المنتج أو أضيف إلى المنتج، قد أغير المشروع كامل أو أضيف إلى المشروع أشياء إضافية أخرى. الشيء الآخر، هذا كله مرتبط في التخطيط إلى المستقبل. إذا لاحظوا معنا لما أنت بتحسب تكاليفك صح تنجح صح، وهذه نقاط في غاية الأهمية. لهذا نقول أن حساب التكاليف تحسن المشروع بشكل جيد وتعطيك هل أنت على المسار الصحيح وما هي الخطوات الإجرائية التي عليك القيام بها لكي تحسن مشروعك. من هنا نغلق القسم الأول ونتعرف على أهم نقاط في إدارة المشاريع حتى ينجح مشروعنا. القسم الثاني بالمشروع نتعرف كيف صنفنا المشاريع وكيف صنفنا التكاليف أصلا. بالنسبة لكل مشروع له تصانيف مختلفة. إذا بتذكروا في بداية اللوحة ذكرنا أن لدينا ثلاثة أصناف، عندنا التكاليف للمصنع الجملة، عندنا تكاليف لمصنع المفرق أو المفرد، عندنا تكاليف لبائع المفرد والجملة، وهذه نقاط جدا بتهمنا. لهذا قد تكون بعض الأمور متقاربة ولكن كل منهم له هيكلية، كل منهم له رسمال مختلف أو قيمة البضاعة يأتيها بشكل مختلف، وهذا قد نجد من بلد إلى بلد، وهذه البضاعة أو هذه الأمور قد نسألها بعضكم. حتى ينجح مشروعنا علينا أن نصنف التكاليف تصنيفا جيدا ومناسبا. وتم تقسيم التكاليف إلى تكاليف إنتاجية أو تكاليف مباشرة وتكاليف غير إنتاجية أو تكاليف غير مباشرة. وتم تقسيم التكاليف الإنتاجية أو التكاليف المباشرة إلى تكاليف المواد وتكاليف العمال. لاحظوا معي، وتم أيضا حساب تكاليف الإنتاجية الغير مباشرة إلى النفقات العامة والتكاليف الاهتلاكية. ماذا نقصد بذلك؟ دقيقة فقط تابع معي. ماذا نقصد بالتكاليف المواد المباشرة؟ تشمل جميع تكاليف المواد التي يسهل ربطها بالسلعة أو الخدمة، وخاصة المواد الأساسية، وهي ما نعنيها في هذا الأمر، وقد تكون كبيرة بما يكفي لزيادة مبلغ ملموس على التكاليف الإجمالية. هنا أنبه إلى نقطة، تكون كبيرة لأن إن كانت صغيرة هذه لا تحسب بالتكاليف المباشرة. نعود إلى النقطة، ماذا نقصد بالتكاليف المواد المباشرة؟ نقصد جميع التكاليف المواد التي يسهل ربطها بالسلعة أو خدمة معينة وتكون عادة كبيرة الثمن أو سعرها ظاهر، وهذا ما سوف نراه بالأمثلة. بينما تعتبر التكاليف ملموسة إذا كان الوقت والجهد المبذولان في تحديدها يوازيان المنفعة من حسابها. يعني إذا سعر كبير بكفي المنفعة جيد أن نحسبها، ولكن إذا سعر صغير نضعها في السعر الإجمالي أو التكاليف غير مباشرة، ما في داعي نعذب أنفسنا ونحسب الجزئيات الصغيرة. ماذا نقصد بالتكاليف الغير مباشرة؟ التكاليف الغير مباشرة وتشمل جميع الأموال التي ينفقها المشروع على المواد في سياق إنتاج السلعة أو الخدمة. أنا رحت زيارة، سافرت، دفعت ضرائب، كهرباء، مي، هذه كلها تكاليف غير مباشرة والتي يصعب ربطها بالمنتج بشكل مباشر أو محدد وتكون قيمتها قليلة. لاحظوا الفرق إذن،
بالتكاليف المباشرة قيمتها مرتفعة، هذا مقياس. بالتكاليف الغير مباشرة قيمتها ضعيفة. بالتكاليف المباشرة يسهل حسابها، بالتكاليف الغير مباشرة يصعب حسابها. هذه قوانين حتى ما تختلفوا بالمستقبل عن أمر. في عنا ضوابط، بتقول لي ما هي ضوابطنا في القوانين المباشرة والقوانين الغير مباشرة أو التكاليف غير مباشرة؟ أقول لك، أول كل شيء سعره كبير يتناسب مع الصناعة. الشيء الثاني سهل أنه نحسب سعره، يعني ما هي أنه في صعوبة في استهلاكه أو عمله بشكل عام. التكاليف نسميها عنا، صار عنا التكاليف العمالة الغير مباشرة. في عنا تكاليف عمالة مباشرة وتكاليف عمالة غير مباشرة، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. أولا عنا تكاليف العمالة المباشرة، ماذا نقصد بها؟ تشمل جميع تكاليف العمال التي يسهل ربطها بسلعة أو خدمة معينة. يعني هذا العامل أو هذا الموظف يعمل في هذه السلعة، لا يعمل بعدة أمور مختلطة. متى ما كان يعمل بعدة أمور سوف نراه أنه يكون في التكاليف الغير مباشرة. التكاليف العمالة الغير مباشرة، وتشمل جميع الأموال التي ينفقها المشروع على العمال في سياق إنتاج السلع أو الخدمة، والتي يصعب ربطها بمنتج محدد أو تكون قيمتها قليلة. لاحظوا، رجعنا على القيمة القليلة، يعني مصروفها بكون قليل، ولا تزيد تكلفة المنتج على الواحد كثير، يعني سعرها ما بزيد، سعرها بكون قليل جدا. هذه الزيادة، هذه تكلفة العمالة الغير مباشرة. كما تقوم بتقسيم التكاليف غير الإنتاجية أو الغير المباشرة أيضا إلى فئتين. عندنا تكاليف تكاليف الغير مباشرة قسمين. المصاريف العامة، ماذا نقصد بالمصاريف العامة؟ تشمل جميع الأموال التي ينفقها المشروع على بنود أخرى غير منضبطة بالإنتاج أو السلعة أو تقديم الخدمة، ويكون على المشاريع تحملها حتى لو توقفت عن إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. أي أن التكاليف موجودة. أنا عندي المحل مستأجره، ماشي الآجار، الكهرباء، المياه، هذه الأشياء ماجي إن أنتجت أو لم أنتج. هذه الأشياء سوف يقوم المشروع بإنفاقها على كل الأحوال. في عنا النقطة الثانية بالتكاليف الغير مباشرة، وهذه كثيرا ما يهملها كثير من الناس، تكاليف الاحتلاك أو الاندثار، وهي النقص في قيمة المعدات والأبنية. كيف الأبنية؟ بتقولي ما بتنقص، أقل لك الديكور. ديكور المحل أنت لما عم تبنيه أو المكتب أنت عم تضع الديكور، ولكن بعد 5 سنوات ما عاد له قيمة هذا الديكور. نحن كان عنا المكتب الرشيد في حلب، كان عنا كل 5 سنين 4 سنين السنة الخامسة لازم يتجدد ديكور، يتلف الديكور كامل ويعاد تجديد المكتب بديكور جديد. بتقولي أقل لك؟ نعم، لأنه صار في اهتلاك بالمشروع بسبب الاستخدام وبسبب التطور أو تحديث التكنولوجيا. ومثل ما ذكرنا نفس الشيء الكمبيوتر، كمبيوترات أنا اشتريتها من 5 سنوات، بعد 5 سنوات أصبحت قديمة، ما عادت تساعدني على الاستعمال مثل أول، صار بطارياتها تعطل أو صار عندها مشاكل. هذه كلها نسميها تكاليف مباشرة أو غير مباشرة. من هنا أحيل الأسئلة لكم. الآن أعطيكم نموذج حتى إذا كان في عنكم أي سؤال أو استفسار بتمنى ترسل لي إياه. عندنا نموذج في الصفحة 16 في المذكرة، معمل دار الأزياء المهنية. يصنع المعمل عدة منتجات ويتعين عليه تحديد التكلفة لكل منتج. تعتبر تكلفة القماش والأزرار من تكاليف المواد المباشرة لأنهما يدخلان في إنتاج المعطف وستر العمل، ويسهل قياس تكلفة كل منهم، يعني سعر واضح، مو أنه صعب أحسب السعر. يتم استخدام الخيوط لصناعة المعطف الواقية من الغبار وستر العمل، وتعتبر الخيوط ضمن تكاليف المواد غير مباشرة للأسباب التالية. لماذا تعتبر الخيوط بأسباب غير مباشرة؟ السبب الأول، يمكن حساب ثمن الخيوط المستعملة لكل معطف، ولكن هذه العملية صعبة، كما أن الوقت والجهد المبذولان لحسابها تفوق الفائدة من ذلك. أنا أحسبها بشكل عام، أحسب كم أستهلك خلال الشهر وأضيفها بالتكاليف الغير مباشرة. أيضا إن تكلفة الكمية الصغيرة من الخيوط المستخدمة لصنع المعطف قليل جدا ولا تشكل زيادة ملموسة. أنا إذا عندي الصوب سعره 500 ليرة، أنا زاد عليه ليرة أو ليرتين، هذه ما هي قيمة ملموسة ممكن أنا أشغل نفسي فيها. أنا أضعها في التكلفة العامة أو التكاليف الغير مباشرة حتى أستفيد منها أكثر أو حتى أطبقها أكثر. أيضا تقتصر، مثال آخر على العمال، تقتصر وظيفة توفيق على خياطة المعطف، وبالتالي يعتبر راتبه من تكاليف العمالة المباشرة.
وهذه النقطة ما بري يدققوا عليها كثير، لأنه بالنهاية في بعض الأمور قد نختلف، تقول لي مباشرة أم غير مباشرة، أقل لك المهم تحسبها، احسبها صح. قد بعض الأحيان مثل هذه الغير مباشرة تضعها مع المباشرة، تحسب لي راتب كامل أو الراتب كامل تحسبه كراتب جزئي. المهم يا جماعة، نحن عنا الأمر الوصول إلى النتيجة، نحن هدفنا أن نصل إلى النتيجة النهائية، ليس هدفنا زيادة التعب والإرهاق عليك أو على صاحب المشروع، عليك أن تخفف عنه أيضا. بينما عندما لا يمكن إسناد وقت العمل لمنتج معين أو مباشر، أنا ما بحسن أشتغل، بشتغل عدة منتجات مع بعض البعض، في هذه الحالة أنا تكون نفقاتي في التكاليف الغير مباشرة. لهذا يجب أن ننتبه أن لا يدفع المعمل أي أجور للعمال خارجين غير الرواتب الثابتة للموظفين. انه المعمل عنده هذا ما بيدفع، لماذا؟ لانه في حال عنده رواتب ثابته او عنده خدمات نقل، هذه كلها تعد بالتكاليف الغير مباشره. يعتبر الايجار وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والقرطاسيه واجور النقل وغيرها امثله على المصروفات العامه. هذه وين نضعها؟ في النفقات الغير مباشره او التكاليف الغير مباشره. واذا قرر المعمل استدانه قرض، عندها سيدرج ايضا الفوائد في تكلفة أيضا غير مباشرة بالمصاريف العامة. وإذا بتلاحظوا مذكرتنا يا جماعة، مذكرتنا عايدة الأمم المتحدة، يعني عندهم كثير أنه بشيروا إلى القروض، وهذا الأمر نحن في العالم العربي غير محبب، وخاصة الفائدة غير محببة. لذلك أنت حسب المنطقة والبيئة لما تدرب الموضوع، إذا الموضوع لا يحببون الفائدة لا تدخل في هذا الموضوع أصلا. بتقول لي أقول لك نحن نتعامل مع بيئة مختلفة، وأنت كمدرب أو مستشار في التدريب بإدارة المشاريع، حسابك أنك تتعامل مع بيئات مختلفة. إذا وجدت هذا الأمر غير مناسب للمجموعة، احذف كلمة الفوائد حتى ما يصير معك مشاكل، يقول لك نحن ما عندنا فوائد. هذا الأمر اللي بيصير إشكاليات، أنت كمدرب عليك أن تحذفه بشكل كامل. يحسب المعمل تكاليف الاحتلاك أو التجهيزات أو المعدات والأبنية لإدراجها في حساب التكاليف. من هنا هذه النقاط سوف نتوقف عندها بالكامل، كيف نحسب خاصة الاحتلاك، موضوع جدا مهم لازم نتوقف عنده بالتفصيل، لأنه كثير من الناس تهمله. بهذا الشكل نكون أتممنا أهم الأعمال في تصنيف التكاليف، صنفناها وتعرفنا على بعض الأمثلة. ولكن حتى ينجح معنا العمل بشكل جيد، يجب أن ننقل كل ما نقلناه إلى استمارة احتساب التكاليف لدينا في المذكرة في الصفحة 19. في الصفحة 19 عندنا استمارة احتساب التكاليف، وجميلة جدا أنها مرقبة. لاحظوا كل سطر تلاقي فيه رقم، مجموعة تكلفة المواد المباشرة للمنتج في الشهر 1، عدد المنتجات، لاحظ كل معلومة بنعطيها لها رقم، ثم نقوم بالجمع، أي أن هذه الاستمارة مرتبة، ولكن مرتبة على 5 خطوات أساسية. الكتلة الأولى تكلفة المواد للواحد، المادة الواحدة كم تكلفة المادة الواحدة. القسم الثاني تكلفة العمالة الواحدة، وهذول الاثنين في التكاليف المباشرة. إذا تكلفة المواد الأساسية أو مواد المنتج بالإضافة تكلفة العمالة الواحدة هي تكون في التكاليف المباشرة. وعندما نحصل في الخطوة الثالثة ليس علينا إلا جمع تكلفة المادة الواحدة مع تكلفة العمالة حتى نحصل على التكاليف المباشرة المنتج. لاحظوا معي تكاليف المباشرة المنتج، بينما الخطوة رقم 4 التكلفة غير المباشرة للوحدة، 5 مجموع التكلفة للوحدة الواحدة الغير أو المصاريف الكاملة لهذا الموضوع، ثم نقوم بجمع هذه الأمور. إذا صار في عنا بالخطوة الرابعة النظر إلى التكاليف الغير مباشرة من المصاريف العامة، بالإضافة الشيء الثاني من الاهتلاك، ثم نقوم بجمع هذه الأمور الأربعة مع بعضها البعض. لو بتلاحظوا السطر الأخير نقوم بالجمع كامل، تخرج معنا تكلفة الحقيقية للمنتج. وهذا الموضوع سوف نطبقه بالكامل، ولكن قبل أن نطبقه ونلجأ إلى التطبيق العملي، أترك المجال لأسئلكم ومشاركتكم حتى نستفيد بالموضوع بشكل أكثر. بالنسبة في موضوع، أنا ما هو سؤال، هو مش نعطيه يمكن أنت تنصح به بعد.
أنا في طول المسيرة نتاع في التجارة أني دائما نعتمد أني نكبر رأس المال أكثر من أن يكون عندي مرابح كبيرة. لذلك اتخذت في طريقة نعملها ودائما نتناقش معها مع المحاسب، لأن طريقتي الخاصة دائما المرابح نتاعي أني ما نستفدش نقسمهم على ثلاثة، ناخذ القسطين ودائما القسط الثالث نضيفه لرأس المال. جيد. هو عاونني كثير في تكبير المشروع، في معناتها نشأ مشاريع أخرى أو فروع أخرى إلى غيرها. دائما نهتم أنه رأس مالي أنه يكبر أكثر من نهتم بالأرباح اللي هي باش تدخل. جيد. نفرح في رأس مالي يكبر أكثر من نفرح بالمربوح أو لا المداخيل اللي باش ندخلها كربح صافي. جيد كلامك جدا رائع استاذه منى. استاذه منى انت راس مالك عم يكبر معناه في ربح. عندنا مشكله اصحاب مشاريع كثيره انه ما بتحسب بتبيع بشكل مختلف، ما بتحسبها صح، ولكن مشاريع عم تخسر. انت عم تزيد الراس مال، ما دام عم تزيد الراس مال معناه في ارباح. هذه نقطه جيده، هذه نقطة جيدة. المشكلتنا وين؟ بعض الناس ما بتحسبها صح. انت حسبتيها صح، انا اذا وضعت هذه النسبة اصل الى الارباح بيكبر المشروع. انا قد يكون هدفي تكبير المشروع والارباح سوف تأتي جاي بالاصل، لان ارباحي عم بتزيد او بكبر مشروعي وبكبر وبزداد. وهذه نقطة في غاية الاهمية، اي ان قد يكون لديك امور مختلفة، ولكن هذه الامور تنظري منها. انا عم بتقيسي، انت عندك مقياس كم عندي في بداية هذا العام وكم أصبح في نهاية العام؟ صد عندي في الصندوق من المال، صد عندي من مواد أو أدوات، أو كم عندي أصبح حجم الشركة؟ في عندك وحدة مقياس حتما، هذا اللي أنا بدي أسألك عنه. ما هي الوحدة المقياس؟ أنت هتقولي عم تكبر شركتي، شو الوحدة المقياس عندك أو وحدة القياس أنه زادت الشركة وازدادت الأموال أو توسعتي على الأصح؟ هذا هو نفسه اللي حبيت نفهمه للمنشية كوكيلة معي في تونس. قبل لي 3 أيام لازم نسدد كل دقيقة، كل حاجة تصرفت، كل ملي متصرف على شيء ولو بسيط جدا، لأنه في ناس ما تحسب الحاجات البسيطة، يعني اللي هي مصاريف غير مباشرة ما تعطيهاش اهتمام، وما تعرفش بأن هذه المصاريف اللي هي غير واضحة يعني تقدر تكون سبب في خسارة كبيرة. يعني هي تشوفها مبالغ بسيطة لكن مع الوقت صندوق ينقص ورأس مال ينقص. هذه دائما حذاري من المصاريف اللي هي غير مباشرة، لأن المباشرة اللي معروفة في فواتير، في بضاعة أمامك معروفة يعني تشوفها تراها العين، مين في مصاريف، لكن في مصاريف غير ما تقدرش تشوفها العين لكن هي موجودة. صحيح. هذه التسجيل، دائما تسجيل، لازم الكراسة، الكراس ضروري جدا. أحسنتي أستاذة منى. أستاذة منى أنت طرحتي موضوع هو موضوع أساسي عنا في سجل التكاليف، وهذا الموضوع راح تطرحه الآن معنا الدكتورة لو تعطينا هذه الأهمية الأمر. أستاذة نور الهدى، في شيء أمر حتى ندخل مباشرة بالموضوع اللي طرحته الأستاذة منى، أنه نحن لازم يكون في عنا سجلات لتوثيق. من أين أحصل على معلومات التكاليف؟ كيف أحصل على معلومات التكاليف ومن أين أتي بسجلات التكاليف؟ أستاذة نور الهدى معي؟ تفضلي. كل التكاليف العمالة الغير مباشرة خلص صارت مع الغير مباشر، صارت بالتكاليف الغير مباشرة، وبالنهاية سوف يقوم جمع التكاليف المباشرة مع التكاليف الغير مباشرة. وهذا المثال التطبيقي راح يتوقف معنا الدكتورة تعطينا إياه، إنه كيف نطبق هذا الجدول وكيف نجمع هذه الأشياء مع بعض البعض حتى نحصل على النتيجة الجيدة. وهذا الموضوع سوف تكون معنا الدكتورة رشيدة كبور وتعطينا إياه بالتفصيل. دكتورة رشيدة كبور معنا،
يا اهلا دكتورة رشيدة. دكتورة رشيدة دكتورة متخصصة في هذا الميدان، وانا دائما بقول لهم عندي متخصصين رائعين الحمد لله رب العالمين عفيدونا في إدارة المشاريع، لانه بالاصل عندهم تخصص جامعي بهذا الموضوع، رسائل دكتوراه وعمل ميداني بالإضافة لعمل معنا بإدارة المشاريع. حبيت انه نستفيد من الدكتورة رشيدة ومن خبرتها. دكتورة رشيدة، نحن وصلنا إلى نقطة في غاية الأهمية، رأي أشارك لك المذكرة، وصلنا إلى جدول، أشرت له إلى جدول كيف نصنع استمارة التسجيل، ولكن هذه الاستمارة تحتاج إلى معلومات. الآن الأستاذة منى حميز الله يجزيها كل خير ذكرت لنا نقطة في غاية الأهمية، أنه لازم يكون في عنا سجلات وتسجيل هذه النقاط والمصاريف، أي أن لازم يكون في عنا سجلات أساسية نأتي من خلال المعلومات، وهذه النقطة يمكن موجودة عنا في المذكرة، ممكن ما بعرف دكتورة صفحة 20. خلاص أنا جاهز معك. الصفحة 20 معناها أمامنا، نبدأ الصفحة 20 مع الدكتورة حتى ننتقل إلى الجدول وتعطينا تطبيق لهذا الجدول. تفضلي دكتورة معك الميكروفون. حتى نستطيع يعني نكمل على ما قالته المحمونة، إن حتى نستطيع حساب تكلفة وحدة واحدة لمنتج يمكننا الاعتماد على بعض السجلات، لكن السجلات بيانات تكاليف، لكن هذه السجلات ليس كل المؤسسات لديها هذه السجلات، وإن وجدت وذلك يكون أفضل، إن من هذه السجلات عندنا سجلات تكاليف العمالة التي توضح في هذه السجلات العمالة المباشرة والعمالة الغير مباشرة التي تدخل في التكلفة، أيضا عندنا سجل تكاليف الإنتاج اللي هي هنا يوضح لنا تكاليف الإنتاج المباشرة والغير مباشرة، أيضا تكاليف سجل حسابات البنكية وسجل حسابات الصندوق، وأيضا سجل مخزونات حركة المخزونات دخولها خروجها تكلفة الصحة باش تتغير متى دخلت بالوثيقة بالفاتورة بالرقم بتاعها، كل التفاصيل تكون وكأنها وهي بطاقات فنية متعلقة بالمخزونات أيضا، ومن خلالها يتتبع صاحب المؤسسة هذه التكاليف كيف بأي ثمن دخلت هذه البضاعة بأي ثمن تخرج إلى غير ذلك. أيضا عندنا سجل الموجودات الثابتة اللي على أساسه، يعني الموجودات الثابتة أنا نقصد بها كل التجهيزات والمعدات التي تملكها المؤسسة وكيفية احتساب إجراءاتها، هذه سوف أشرح لكم بإذن الله بالتفصيل في هذا الجانب حتى يتضح بصفة دقيقة. أيضا عندنا سجل النقدية في الصندوق، حركة الصندوق، ولو جمعنا الذهب مع الصندوق سنتحصل ما تسمى بالتدفقات النقدية، يعني بدخول الأموال وخروجها كيف يكون، وبالتالي في الأخير نتحصل على رصيد، هذا الرصيد هو ما يملكه فعلا، وعلى أساسه ستقوم باتخاذ القرارات المهمة سواء في الاستثمار أو الشراء البضائع أو التوسع إلى آخره في مشروع. وأي تفاصيل في هذا الموضوع ستجدونها في دائرة 20 إلى تقريباً صفحة 130 في كل ما ذكرته الآن، لكن سوف نعطيكم نموذج فقط عن سجل تكاليف العمالة الشهرية، حيث أنه يوضح لنا هذا الجدول. تحطونهم شد الصفحة أستاذة بجانبكم أخضر، يعني بالنسبة لرغم تبعوكينا بالمذكرة أهو في الصفحة 22. صفحة 22 جميعاً. أوكي، هنا راح يكون في سجل تكاليف العمالة، العمالة التي تدخل التي تساهم في الإنتاج، هنا راح تكون عندنا عمالة مباشرة. أحياناً نجد على حسب ذهب الكتيب أنه يشرح يوضح أنه هناك بعض العمال يكون عندهم جزء من راتبهم يدخل في العمل المباشر، يعني التكلفة المباشرة ليد العاملة أو للعمال في تكلفة الإنتاج، وهناك من يكون راتبه كامل يعمل إلا في الإنتاج، والذي يعمل يعني عنده جزء من العمل في الإنتاج وجزء الآخر في
في الإدارة مثلا، الجزء الراتب بتاعه في الإدارة سيحسب مع العمالة مع الإدانيين، أما الجزء المتعلق بالإنتاج سيحسب في العمالة المباشرة أو مباشرة في الإنتاج. وفيما بعد يتم جمع هذه التكاليف المباشرة المتعلقة بالإنتاج مباشرة لوحدها، وبعد الأعمال غير المباشرة، وتضاف إليها المصاريف للإداريين فيما بعد. واضحة يفهمكم الجدول ولا لا؟ جيد، هذا جدول العمالة الشهرية. نعم، وفي الأخير تحسب تكلفة العمالة الشهرية وتضاف إلى تكلفة المنتج، تقسم عليه وتحسب تكلفة المنتج حسب الجدول السابق الذي ذكرته لك. فيما بعد عندنا الجداول الأخرى موضحة بالتفصيل مع الأمثلة أرجو الاطلاع عليها إلى غاية مثل تكاليف سجل تكاليف الإنتاج. نعم، تقديم الوقت إلى سجل الموجودات الثابتة حيث يوضح فيها الاحتياجات. أرجو السمح حط لهم الصورة من فضلك. لا ليس هذا بس. سجل الحسابات الأساسية؟ لا لا، سجل الموجودات الثابتة. سجل الموجودات الثابتة هذا اللي عندنا. 22 هذا سجل الموجودات الثابتة عندك على الشاشة. هذا الجدول اللي راهو يطلعكم يكون فيه جميع التجهيزات التي تستعملها المؤسسة أو المنشأة في المشروع تاعك، كلهم برقمها وبتاريخ شرائها. ومهم جدا نأكد على تاريخ الشراء، لأنه على أساسه نقوم بحساب الاختلاف او تدني او مثل قيمه هذا الاستثمار. وقيمه الاستثمارات او التجهيزات ما تنقص يا اما بالتقادم، يعني من فتره استعمالها خلال الفتره المستعمله فيها، وايضا من العوامل التكنولوجيه ظهور الات جديده اكثر حداثه، وبالتالي تفقد التجهيزات عندنا قيمتها بسرعه، وتسمى هنا تدني قيمه، يعني نقص قيمتها ولابد ان تحتسب ويعاد احتساب احتياجها. هنا في هذه الجزئيه مثلا ناخذ ماكينه صياغه الخياطه رقم في الاسم التعويض الاول، تم شراؤها في 15 جانفي 2015. مده العمر الانتاجي تاعها يعني كان تقدر تستعملها هي 10 سنوات. هنا العدد الاكثر استخدام من العام الحالي كان 12 شهر، يعني في 2017 كان هو تاريخ إعداد هذا الجدول، لأنه نقوم به كآخر يوم كان 31/12/2017. نأخذ قيمة شراء الآلة هو 1750. 1750 يتم قسمة هذا المبلغ على العمر الإنتاجي، يعطيني ما يسمى بقسط الإنتاج أو الجزء الذي سيمتلك سنويا. لكن احنا رانا نبحثوا على المبلغ هذا الاستهلاك او الانفاق في الشهر، نقوم بعد قسمتي على 10، نقوم قسمتي على 12 شهرا حتى تعطيني نسبة المبلغ بتاع الشهر الواحد اللي 500 في الجدول 15. الآن من سنة 2015 15 جانفي إلى 31/12/2017 عندنا عام 2017 كاملا 12 شهر، عندنا 2016 كاملا 12 شهر يعني 24 شهرا، وعندنا في 2015 ما قبل، اذا كان تاريخ شراؤها قبل 15 سيؤخذ شهر جوهري وتكون عندنا 12 شهر، لكن هنا ابتدأ شهر من 15، معناتها شهر جوهري سيلغى ونحسبه الا 11 شهرا. يعني إجمالي الشهور الأشهر اللي عندنا فيها السياقة هذه كانت 35 شهرا. نقوم بقسم الاختلاف السنوي بلغ كان على 35 شهر، تعطيني الاختلاف المتراكم، عفوا قسم الاختلاف للشهر في 15 في 35 شهر تعطيني 510 اختلاف متراكم. أنا نحوس نعرف شحال بقايا من قيمة هذه الآلة في
سيارتها أو لكيمة سيارتها، هو ناخذ مبلغ الأصل من ثمن الشراء اللي هو 1750، نحيله 510 تعطيني 1250، ونفس الشيء بالنسبة لكل الآلات الأخرى. لكن انتبهوا إلى جزئية مهمة جدا جدا جدا، إنه قيمة الشراء هي كتلة الشراء التسجيل، يعني شحال كلفني، ليس ثمن الشراء، يعني كل المصاريف المتعلقة بالحصول على ذلك التسجيل حتى تركيبه، لو كان مثلا عندكم آلات لابد أن ترتب داخل المؤسسة بتاعكم، ولازم لابد أن يكون عندكم واحد يجي يركب هذا التركيب، هذا يدخل في تكلفة شراء هذا التسجيل. إذا لابد من إدراج هذا المشروع في تكلفة الشراء واحتساب الكيفيات بالطريقة هذه إلى قوسين. ما هو رعاية الماكينة بالسياسة الأخيرة؟ حصلنا عليها في 15 جانفي 2017، مدة بحادث عندنا هي من 15 من نصف الشهر إلى من لا يقرب الشهر، ذلك الشهر بعين الاعتبار، إذا كان بعد نصف الشهر عندنا راح ناخذ المبلغ نقسمه على 10 سنوات ونزيد نقسمه على 11 شهر نحصل على الائتلاف الشهري لسنة 2017 فقط. السنة الموالية ستكون القسمة على 12 شهر، معناتها راح يكون عندنا مبلغ أكثر من 15 قيمة شهرية، كي يتبقى في عدد الأشهر من 15 راح يكون عندي 160. ومن في الأخير تجمع كل الائتلافات الشهرية الجزئية لكل آلة ويكون عندنا 114، هذا هو المبلغ الكلي للائتلافات تكلفة الائتلاف أو مصاريف الائتلاف بالنسبة لهذا المشروع، هي 114 شهريا و 1355 سنويا، يعني في الأخير سوف تقطع. بالنسبة للائتلافات يعني هي ما راهيش مصاريف تخرج من الخزينة، ما هيش أموال حقيقية تدفق حقيقي يعني خروج أموال، وإنما هي طريقة احتساب تآكل أو انضباط هذه التجهيزات نفس قيمتها من سنة إلى سنة، كأني أنا أقوم بحد مبلغ معين في كل سنة في كل سنة حتى أتمكن من نزيد عليه ولا حاجة ونشري ونجدد استثمار مرة أخرى، لكي يتم احتسابه ضمن ما يسمى بطاقة تمويل الداخل تاعنا، يعني حدث في المؤسسة على تمويلها تضاف إليها من النتيجة إلى وعن عناصر أخرى، وبعد يحتسب ضمن الموارد المؤسسة في الأخير حتى تقوم بتجديد استثماراتها مرة أخرى. هي تحيلنا الى سؤال استاذه امينه. استاذه امينه انا حالتني الى سؤال وجهته الاستاذه رشيد دكتوره رشيده، انه انا هالاموال اللي اخذتها شو بدها تفيدها؟ ذكرتنا بسؤال، انا لا اظن انه الاموال بدها تركب الصندوق عندي ما اتصرف فيها، هي اتصرف بها، انا في عندي نفقات صيانه العدد، عندي صيانه الادوات، عندي تطوير، انا قد ابيع بعض الادوات اشتريها، كلها اخذها من صندوق الاهتلاك، صندوق الاهتلاك يبقى بالتداول استفيد منه، لا اظن ان صندوق الاهتلاك سوف يبقى الاموال مجمده عندي في الصندوق، هذا خطا. تفضلي دكتوره رشيده. تفضلي. معايير المحاسبة الدولية وش تقول لك اللي هي أصبحت عامة على جميع الدول، إنه لو أنا يكون عندي تجهيز معين، هذا التجهيز يقوم بالصيانة، إذا ما زاد في الإنتاج أكثر مما كان، تلك التكلفة الصيانة تدخلها في ثمنه وتعيد حساب الاهتلاك مرة أخرى حتى تعطي قيمة أكبر للتجهيز اللي عندك من الناحية المحاسبية وتزيد من موجودات المؤسسة تاعك وتكون عندك يعني تحسن إلى حد ما. أما إذا كان هذا المصاريف الصيانة لا تضيف شيئا توقف فأصبح يمشي خلاص، هذه تعتبر ضمن المصاريف لا تدرج في قيمته. شكرا شكرا دكتورة رشيدة. شكرا دكتورة رشيدة. الآن عنا بدنا قطع الوقت من راجع الجلسة الثانية، في عنا استمارة طلبت منكم رجاء تعبوا لي إياها، الاستمارة رقم 1 في حساب التكاليف، راح أعطيكم استراحة 10 دقائق، الكل رجاء بتمنى ترسلها لأن هي عبارة عن مراجعة معلومات إن اللي أخذناها في القسم الأول.
حتى ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني سوف نأخذ تطبيق كيف نملأ استمارة حساب التكاليف، ومنها ننتقل إلى حساب التكاليف التصنيع وحساب التكاليف الباعة. نشكركم، نعاود بعد 10 دقائق. السلام عليكم، عدنا والعود أحلى لي. عليكم السلام، أهلين دكتورة رشيدة. ريثما يأتي، أول كل أشكركم على تفاعلكم مع الاستمارة، والحقيقة الاستمارة وصلتني حتى الآن 31 شخص، يعني جيد الحمد لله في تفاعل. والشيء الأجمل أنه المعلومات أكثرها أقرب إلى الصحة، إن دلل هذه المعلومات، إحنا هدفنا مراجعة المعلومات، وهذا يدل على أنه الحمد لله رب العالمين أكثر الموضوع وصلنا. هناك سؤال وصلنا الآن بنحله، ولكن قبل الأسئلة نتوقف عند الأسئلة حتى نجاوب عليها مع بعضنا البعض، حتى اللي عنده إشكال ممكن نتشاور فيه مع بعضنا البعض. أستاذ مناسيخي ما شاء الله عليهم اليوم نشطين. لا وهي أستاذة زهرة، الحمد لله على السلامة أستاذة زهرة، كيف أخبارك؟ عقلت زائرين توحشناكي، لا توحشتينا، نحن بنقول وحشتينا، انتوا عنكم تقلبوها بالعكس. السلام عليكم. مرحبا زهور، في كل مرة واحد فينا. تبدأ لا 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 توحشتكم. يسلمك، عايشك رشيدة، عايشك. أنا كنت وحشتك دكتور. وعليكم السلام، أهلا أستاذة فريدة. أول كلمة نبدأ بمراجعة الأسئلة اللي أخذناها. عندنا السؤال الأول، التكاليف هي الأموال التي ينفقها مشروعك لصنع وبيع السلع أو الخدمات، فعملية حساب التكاليف هي الطريقة التي واحد تحسب من خلالها السعر الذي يجب عليك اعتماده لتحقيق الربح، اثنين تحدد من خلالها بتكاليف منافسيك، ثلاثة تحسب من خلال التكلفة الإجمالية لصنع بيع السلع أو تقديم خدمة معينة. شو الجواب الصح يا جماعة؟ أستاذ نور الهدى، هناك بسؤال إجابة ثالثة أستاذ. إجابة ثالثة، جواب ثاني، جيد ممتاز شكرا لك. عندنا السؤال الثاني، السؤال الثاني عم بقول ضمن عملية حساب التكاليف تعتبر الرواتب والمزايا التي يدفعها تجار المفرد وتجار الجملة لموظفيها ضمن المصاريف العامة، إلا المصاريف العمالة، تكاليف العمالة إلا تكاليف المواد. لاحظوا ضمن عملية حساب التكاليف تعتبر الرواتب والمزايا التي تعطى تجار المفرد وتجار الجملة. لاحظوا رواتب المزايا لتجار الجملة ضمن ماذا؟ مين عنا ال العادة ما لي شايف غير نور هذا يحل الوحيدة. وينكم انتو؟ وينكم يا نايمين؟ العمالة؟ لا نور. زهرة زهرة شو رأيك وين؟ أحسنتم، للمصاريف العامة أستاذ نونة، مزبوط. لأنه لاحظوا هذا الفرق بين العمال الصناعة وبين التجارة. متى ما قلنا التجارة وقلت لكم انتبهوا التجارة العامة، التجارة الرواتب والأجور كلها تعتبر ضمن النفقات العامة. لماذا؟ لأن تحتسب قيمة المواد الأساسية ونقلها، هي المادة الأساسية، هي قيمة التصنيع أو الاتفاق المباشر، لأنه لا يوجد عندنا إنتاج. شكرا لك، شكرا. السؤال الثالث، تقضي صاحبة مخبز الخبز اللذيذ ثلث وقتها في الإشراف على الموظفين الذين يعدون الخبز، لذلك يجب أن تضع ثلث راتبها الخاص، ثلث الراتب ما دام ثلث وقتها عم توضع ثلث راتبها، أين تضعه؟ ضمن تكاليف العمالة إلا المصاريف العامة إلا تكاليف المواد؟
يا سلام، تكاليف العمالة أستاذ. تكاليف العمالة، لا تلت راتبة، لأني ما وضعت كل راتبة، انتبهوا علي. تلت راتبة ما دام عم تشتغل نص تلت الوقت، وضع الوقت اعتبرتهم العمالة، صحيح، شكرا لك. عندنا السؤال الرابع، لازم تقرون لأني عم بفتح الاستمارة من عندي من هون الكمبيوتر يبقى. أي من الأمور التي يمكن لحساب التكاليف أن يحسن مشروعك؟ واحد، يساعدك حساب التكاليف في تحديد الأسعار، إلا يساعدك على حساب التكاليف في الحد من التكلفة والتحكم بها، أم يساعد حساب التكاليف في اتخاذ قرارات أفضل بشأن مشروعك، أم يساعدك على حساب التكاليف في التخطيط المستقبل، أم كل ما سبق؟ كل ما سبق أستاذ. ممتاز جدا جدا. إذا كل ما سبق صحيح، وهذه النقاط الأربعة اللي ذكرناها مع بعضنا البعض. السؤال الخامس والأخير، التكاليف الإنتاجية أو المباشرة هي التكاليف التي ترتبها عملية إنتاج السلع أو تقديم الخدمة، وهي تكاليف تتغير حسب حجم الإنتاج وحجم المبيعات أو حجم الخدمات المقدمة. يمكن تقسيم التكاليف الإنتاجية أو المباشرة. التكاليف المباشرة نقسمها إلى نوعين. ما هما النوعين؟ هل تكاليف المواد أم تكاليف العمالة أم المصروفات العامة أم تكاليف الاهتلاك والانتصار أم كل ما سبق؟ يلا مين يرفع لنا إيده؟ مين رفع إيده؟ يلا بدنا ناس جديدة. نوال؟ مين رفع إيده؟ أيهما؟ احنا نجاوبوا أستاذ ولا لا؟ عمالة. أين هنن؟ رقم رقم، أعطوني أرقام. هل كل ما سبق؟ واحد واثنين. واحد واثنين. واحد واثنين صح، هذا اللي اشتغلناه وشرحناه. واحد واثنين. واحد واثنين. في سؤال إجا عنا على الواتساب دكتورة، في عنا سؤال إجا على الواتساب من إحدى الأخوات أيضا تكلمنا فيه. بنرجع للأستاذة روعة، أعطتنا سؤال على الواتساب بالمجموعة. دكتور لو تفضل تتعد لي تكاليف الاهتلاك وتسجيلها محاسبيا وعلاقتها بموجود المشروع. دكتورة رشيدة، تكاليف الاهتلاك وتسجيلها محاسبيا، انه هل نقوم بسجل محاسبة وكيف نسجلها؟ علاقتها بموجودات المشروع، ممكن تشرحي لنا هالنقطة؟ هذا جاء سؤال من الأستاذة روعة. تسجيل هي من الجزائر أستاذ؟ في الحتمة من الجزائر. أوكي. تسجيلها هو من حساب 68 إلى حساب 28، وهذا اللي أكد إنه ما هو ما لا يوجد تدفق نقدي، يعني النقديات الصندوق حسابنا الحساب الجاري البريدي البنكي غير موجود الآن، إلى هي احتساب فقط تحسب ضمن التكاليف ولا يكون هناك اقتطاع نقدي. وشنو هو الجزء الثاني من السؤال أستاذي؟ علاقتها بموجودات المشروع، شو علاقتها بموجودات المشروع الاهتلاك؟ انه التكاليف الاهتلاك شو علاقتها بموجودات المشروع؟ هي الاهتلاك هي لموجودات المشروع. نحن نقدم الاهتلاك، لماذا كل الادوات لصالح المشروع هي التي نقدم عليها اهتلاك؟ الادوات مثل ما قلنا، ليس الامور الاخرى. لهذا الشيء الأساسي أن نقدم لأدوات المشروع نقوم عليه اهتلاك، ونحسب الاهتلاك حسب الزمن وقيمة السعر الأولية كما شرحناها بالجدول الذي ذكرته. بتمنى أنا ترجعوا للمذكرة الصفحة 28 دكتورة. كم كان الصفحة؟ 22 حتى 22 حتى 38. استاذي هنا نكملها برك. شكرا. لما أنا نقوم ب انا قالوا لي في منهم ما عم يحسن على الانترنت او ما عم بدخل معه على الانترنت او عم بفصل عنده النت، ممكن تتواصل معنا على الواتساب. وانا قلت لكم المره الماضيه وضمن الدوره حكيت لكم انه الدوره قد تكون جوجل ميت قد تكون على الواتساب، انت تواصل معنا على الواتساب، صار معك اي اشكال احنا بنساعدك للتخلص من هذا الاشكال. في استاذه زاهيه، عندنا استاذه زاهيه رفع ايده. مين عندنا رفع ايده؟ شكرا. زاهية. زاهية؟ زاهية ايه. تفضلي، شو عندك شيء؟
بالخطأ أستاذة سهية؟ أستاذ نكمل فقط للي سألت مقبل الموجودات. يعني هنا كاين هنايا انا لما نقوم بمشروع لازمت لي ماتيريال، لازمت لي ادوات، لازمت لي تجهيزات، مكاتب، مباني الى اخره. كل هادو قيمتهم في السنه الاولى يعني هناك يحدث تناقص من سنه الى سنه، سواء من الاستعمال او من التقدم التكنولوجي او من التقدم. هادو هما اللي يقوموا بحساب الاهتلاكات لهم، وهذا يكون جزء يوضع ضمن جدول حسابات النتائج او ضمن المصاريف يتم اقتطاعه، وفيما بعد سوف يدرج ضمن موارد المؤسسه حتى يعاد تجديد هذه الاستثمارات تاع المؤسسه او التجهيزات. شكرا لك دكتوره. الان نعود الى الجدول حتى نملا الجدول اللي عندنا. قسمنا نحن خطوات عمل الجدول او استمارة التكاليف، وزعناها إلى 5 خطوات أساسية. إذا بتذكروا هالكلام، كنا الخطوة الأولى رقم 1 اللي هي تكلفة المواد للوحدة، ثانيا تكلفة العمالة للواحدة، ثالثا مجموع التكلفة المباشرة الواحدة أي تكلفة العمالة مع تكلفة المواد، رابعا التكلفة غير المباشرة نقصد بها تكلفة المصاريف الغير المصاريف العامة بالإضافة للاهتلاك، الخطوة الخامسة مجموع ما سبق، جمع كل هذه الأشياء مع بعض البعض حتى تصبح لدينا قيمة أو حساب تكلفة العامة للمنتج أو القطعة الواحدة. دكتورة رشيدة الآن نطبق حتى نوصل إلى الجدول هذا، ممكن دكتورة رشيدة معنا؟ إذا نتابع مع بعضنا البعض كيف نملأ الجدول من خلال البيانات. ذكرنا في الجلسة السابقة، ذكرت الدكتورة رشيدة، أن حتى نملأ البيانات علينا الرجوع إلى سندات المحاسبة. وعدنا إلى سند المحاسبة أولاً وجمعنا حساب تكلفة المواد، جمعناها من سجلات المحاسبة، كم دفعنا من المواد الأساسية من المورد، قيمة المواد، وقمنا بجمع هذه المواد والعمل عليها. لو بتعودوا معنا في الجدول اللي معنا في الصفحة، سوف نقوم بحساب تكلفة المواد للقطعة الواحدة. عنا لاحظوا معي مجموع تكلفة المواد المباشرة للمنتج، قيمة المادة المنتج المثال سوف نطبقه على معطف واقي من الغبار هو لدار الأزياء، سوف نحسب هذا نطبق على هذا الموضوع. أتمنى أن نتابع بشكل سريع. إذا لاحظوا جمعنا من مجموعة المحاسبة، جئنا بالمجموع العام، وزعنا على عدد المنتجات، قسمنا عدد السعر العام على المنتجات التي لدينا، ظهر معنا تكلفة المادة المباشرة الواحدة. إذا في النقطة رقم 3 إذا مشاهدينا شو سوينا؟ من 1 و2 قسمناهم على بعض طلع معنا قيمة القطعة الواحدة، قسمنا 3040 على 100 بيطلع معنا 30.4. نسبة تكلفة المواد غير المباشرة إلى إجمالي تكلفة المواد المباشرة هي 1 بالألف، يعني ما هي قيمة مرتفعة. تكلفة المواد غير المباشرة للواحدة، لاحظوا معي للوحدة كم تكلفة المواد غير مباشرة؟ من 4 إلى 3 أي 3%، ليس هناك قيمة كبيرة. ولكن قمنا بجمعة صار عندنا تكلفة المواد 30.43. من أين جئنا هذه؟ إما من السجلات أو من المواد الأولية. الآن الخطوة الثانية التي سوف نلجأ عليها لتكملة الجدول، عندنا الجدول رقم 2. لاحظوا تكلفة العمالة المباشرة، إذا أول كل شيء جمعنا تكلفة المادة الأولية. الآن ماذا علينا؟ علينا أن نجمع تكلفة المادة المباشرة. حتى نجمع تكلفة المادة المباشرة، مجموع تكلفة العمال المباشرة للمنتج في الشهر السابع بنفس الشهر اللي قمنا بالإنتاج، ثم قمنا تكلفة العمالة المباشرة للواحد قسمناها طلع معنا المبلغ 5 من أصل 100 قطعة. 100 نسبة تكلفة العمالة غير المباشرة إلى إجمالي تكلفة العمالة المباشرة 1.35 تقريبا. تكلفة العمالة غير مباشرة للواحدة 6.79. مجموع تكلفة العمالة للقطعة الواحدة جمعناهم كلهم مع بعضهم البعض صار معنا 11.79.
إذا لاحظوا معي التفصيل، في تفصيل دقيق عم نحسب نحن، هذه في حال إن احتجنا إلى هذا الأمر، وهذه نسميها تكلفة المواد الأساسية التي عملنا عليها. النقطة الثانية شو صار معنا؟ بالخطوة الثالثة أو بالنقطة الثالثة هنا ماذا فعلنا؟ فقط نقوم بجمع هذه المعلومات مع بعض البعض حتى ننتقل، لاحظوا معي، مجموع مع بعض 6 و 11 ظهر عنا المعلومات. الآن هذه الخطوة، إذا الخطوة الثالثة ليست خطوة بالحقيقة، هي بالحقيقة عبارة عن جمع الخطوة الأولى مع الخطوة الثانية. الآن عنا المرحلة الرابعة اللي هي حساب تكاليف الغير مباشرة. لاحظوا نحن المرة الماضية حسبنا تكاليف العمالة المباشرة وتكاليف المواد المباشرة، أي حسبنا التكلفة المباشرة للوحدة. الآن حتى نكسب التكلفة الغير مباشرة، من أين نأتي هذه المعلومات؟ نعود إلى التكاليف الغير مباشرة اللي عنا، مجموع المصروفات العامة، شو صار فين على مدار هذا الشهر؟ مجموع تكاليف الاهتلاك والاندثار على مدى الشهر كامل. لاحظوا، مجموع التكاليف غير المباشرة الشهرية. إذا صار عندنا تكاليف مباشرة، تكاليف غير مباشرة الاهتلاك الشهري، عندنا مجموع التكاليف المباشرة لكل المنتجات، نسبة التكاليف غير المباشرة إلى التكاليف المباشرة. هذه جمعناها من الخطوة رقم 15 و16، ظهر معنا نسبة التكاليف غير المباشرة من بعض البعض، قسمناها عليها، ظهر عندنا 7.44. الآن ماذا علينا أن نفعل؟ الآن صار عندنا 4 خطوات. ما هي الخطوة الخامسة التي علينا القيام بها؟ الخطوة الخامسة هي جمع الخطوات الثانية والثالثة، ومن هنا نكون وصلنا إلى الجدول النهائي. استمارة التكاليف، بتمنى أنا اللي عنده مذكرة عم راجع في الصفحة 38، هنا نجمع كل الجدول مع بعض البعض. رأي أرسلكم يا على الواتساب حتى مين بده يتابع معي. حولت لكم الجدول، صار الجدول عندكم على الواتساب، اللي عم تابع على الواتساب ممكن يتابع معي، لاني طلبت مني المره الماضيه الاستاذه منى انه ارسل لي على الواتساب المعلومات حتى يتابع الجدول. الان امامنا الاستماره، الان كل المعلومات اللي ذكرناها الان بدنا نكملها في هذه الاستماره، هي اجزاء هناك مع بعض البعض، هنا تكون كتله واحده. إذا استمارة حساب تكاليف المنتج للمشاريع التصنيعية أو الخدمية ذات المنتجات المتعددة. المنتج هو معطف واقي للغبار. لاحظوا الكتلة الأولى هي تكلفة المواد الأولية اللي راجعناها، اللي كانت 30.5 تقريبا، 30.43. النقطة الثانية تكاليف العمالة للوحدة، جمعناها كانت عبارة عن 11.79. جمعنا الاثنين مع بعضهم خرج عنا 42.22. جمعنا 6 زائد 11، يعني الخطوتين هنا المجموع الأول تكلفة العمالة مع تكلفة الوحدة، خرج عنا التكاليف الغير مباشرة، التكاليف المباشرة عفوا. في النسبة الخطوة الرابعة هي التكاليف الغير مباشرة. الآن قمنا بجمع التكاليف المباشرة مع التكاليف الغير مباشرة اللي هي 42.22 زائد 7.44، ظهر عنا 49.66. هذه نسميها مجموع التكاليف للوحدة. هنا نكون خرج تكاليفنا بالتفصيل، هذه للوحدات الإنتاجية، هذا التكاليف والعمل عليه للوحدات الإنتاجية، ولكن كيف يتم العمل على الأشياء الأخرى؟ قبل أن ننتقل إلى الأمور الأخرى أعود معكم حتى إذا في عنا أسئلة أو استفسارات في هذا الميدان نجيب عنها. اتفضلوا اللي عنده استفسار. هذه صار عنا جدول التكاليف، وأرسلت لكم جدول التكاليف وكيف ملأنا أجزاء من السجلات وملأنا، هذا هو أساس عمل التكاليف. اللي تابع هذه الخطوات ووصلوا هذا الجدول، هذه الورقة إذا وصلك على الواتساب واطلعت عليها وكملتها، هذه نسميها استمارة حساب تكاليف المنتج للتصنيع.
والآن ممكن أن ننتقل إلى القسم الثالث، وهو حساب التكاليف في المشاريع التصنيعية والخدمية زاد منتج واحد. الجلسة الماضية تحدثنا عن منتجات متعددة، بينما هذا في منتج واحد هو أسهل وأبسط، عبارة عن ثلاثة خطوات أساسية مثل ما أننا ملاحظين أمامنا. الخطوة الأولى احتساب كلفة المواد للسلعة الواحدة والخدمة الواحدة. شو التكلفة العادة للمواد الأولية لهذا الأمر؟ كل المواد الأساسية، هذه الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين احتساب النفقات العامة للسلع الواحدة. واخذنا شو المقصود احتساب النفقات العامة؟ النفقات العامة مع الضرائب الشهرية، كل هذه الأشياء نسميها نفقات عامة كلها في التكاليف. إذا صار عندنا قسمين، القسم الأول التكلفة المواد الأساسية، القسم الثاني احتساب النفقات العامة خلال الشهر، ثم نستخرج منها المنتج بالشهر كم منتج؟ بالنهاية نجمع جميع التكاليف للحصول على التكلفة الإجمالية ونحصل على تكلفة المادة الواحدة. تعالوا مع بعضنا نتعرف كيف يتم ذلك، ونأخذ نموذج الكراسي المريحة. الاستمارة مشاهدينا أمامنا هي احتساب استمارة حساب تكاليف المنتج للمشاريع التصنيعية أو الخدمية ذات المنتج واحد. مثل ما لاحظين عندنا تكلفة إجمالية. من أين أتينا في التكلفة الإجمالية؟ واحد مجموع تكاليف المواد المباشرة في الشهر. ننقل المجموع من عمود تكاليف المواد في سجل التكاليف أو سجل الحسابات لدينا الشهري، وندون الرقم الذي نحصل عليه في البند رقم واحد. هنا نلاحظ أن صناعة الكرسي المريح في البند رقم واحد مجموع التكاليف المباشرة للمواد 958. ثانيا مجموع تكاليف العمالة المباشرة في الشهر. ننقل مجموع هذا الأمر من تكاليف العمال، نجمع كل العمال لدينا في سجل التكاليف أو في سجل الشهرية الحساب، وندونه في البند رقم 2. وهذا ما يجب أن يفعله صاحب المؤسسة. قام بنقل المعلومات وسجل الحسابات لديه، وجد أن مجموع المبلغ الذي دفعه أجور العمال هو 2000. إذا صار عندنا النقطة الثانية مجموع النقاط العمال العمالة. النقطة الثالثة وهذه سميناها النفقات المباشرة. الآن النقطة الثالثة مجموع المصاريف العامة في الشهر، وهي ما نسميها النفقات غير المباشرة. من نأخذ هذا المجموع ونضعه في العمود أو في الصف رقم 3. بالنسبة لمؤسسة الكراسي وجدت أن المصروفات والنفقات في هذا الشهر 1500. دونا في السطر الثاني بمجموع المصاريف 1500. الآن لو جينا مجموع تكاليف الاهتلاك أيضا، لأن هذه سميناها نحن بالنفقات الغير مباشرة، ونحن قلنا نجمع النفقات المباشرة والنفقات الغير مباشرة، وبينا أن النفقات المباشرة هي المواد الأساسية وأجور العمال الأساسيين، والنفقات الغير مباشرة هي المصاريف العامة وتكاليف الاهتلاك. هنا وجد مؤسسة الكراسي أن تكاليف الاهتلاك الشهري لدي 88. لو جمعنا كل هذه الأشياء في البند رقم 1 و 2 و 3 و 4 نجد أن التكلفة أصبح مجموعة لدينا 4546. إذن أصبح لدينا مجموع هذه التكاليف المواد المباشرة والغير المباشرة. من هنا علينا أن نحسب النقطة الثانية، حساب عدد المنتجات المصنعة في الشهر. هنا نعود إلى المستودعات أو سجل المواد الأولية. إن كان لدينا سجل نعود سجل، إن لم يكن علينا أن نحسب كم كان تصنيع من المواد الأولية من هذا الشهر. بالنسبة لصاحب مؤسسة الكرسي المريح وجد أن عدد المنتجات في هذا الشهر 120، وقام بتدوينها في عدد المنتجات وهي النقطة رقم 6 الموجودة عندنا في الجدول. ثم نقوم بجمع كل هذه الأشياء. لما جمعنا الجمع الأول وقسمناها على 120، بين لدينا أن تكلفة المنتج الواحد 37.88. إذا ماذا فعلنا؟ مجموع 5 المراحل الخمسة السابقة ومجموع 6 اللي في المرحلة عدد الكراسي
قسمناهم على بعض، إذا نحاصل القسمة نتج معنا تكلفة الكرسي الواحد. من هنا يمكن أن نلجأ إلى تلخيص كل ما توقفنا عنده لدينا. يجب أن نعلم أن تقديم الخدمة أو السلعة هو أبسط أمر بسيط عندما تقدم تقديم خدمة أو سلعة واحدة، وعلينا أن نتبع ثلاث خطوات أساسية التي تبعنا. الخطوة الأولى مثل ما شاهدنا حساب التكاليف الإجمالية في الشهر، نجمع تكاليف المواد المباشرة في الشهر. الخطوة الثانية أيضا نجمع تكاليف العمال المباشرة، أيضا نحصل على مجموع المصاريف، مجموع تكاليف الاهتلاك، وندونها في الجدول كما ذكرنا. هذه الخطوة الأولى علينا العمل بها، وهي ما نسميها التكاليف المباشرة للمنتج والتكاليف الغير مباشرة للمؤسسة. الخطوة الثانية حساب عدد المنتجات مثل ما لاحظنا في الشهر، ثم نقوم بتقسيم مجموع المبلغ اللي جمعناه على عدد المنتج، بيظهر عنا تكلفة المنتج الواحد مثل ما احنا ملاحظين في الجدول. بهذا الأمر نكون أنهينا هذه المرحلة الثالثة. أتمنى أن أي استفسار أن ترسلوا على الواتساب، وشكرا للجميع. من هنا ننتقل إلى القسم الرابع، حساب التكاليف في مشاريع البيع بالمفرد والجملة. يجب أن نعلم أن هناك تشابه بالتكاليف المترتبة على تجار المفرد وتجار الجملة، ما يسمح لهم باعتماد نفس الطريقة لحساب تكاليفهم، غير أن تكاليف تجار المفرد وتجار الجملة مختلفة عن تكاليف المشاريع التصنيعية والخدماتية التي أخذناها سابقاً، حيث لا يوظفون أي عامل يقوم بصناعة السلع كما نلاحظ. لذلك لا يوجد لديهم تكاليف عمالة مباشرة، وتعتبر كافة الأجور والرواتب التي يدفعونها لموظفيهم من ضمن المصروفات العامة. كما أن تجار المفرد والجملة لا يصنعون السلع بل يشترونها ويقومون ببيعها، وتعتبر تكاليف شراء السلع المعدة للبيع من ضمن تكاليف المواد المباشرة الأساسية لدى البائع أو تاجر الجملة أو المفرق الذي يشتري من المؤسسة المصنعة أو يشتري من تاجر الجملة. أما تكاليف غير المباشرة فتكون في المصروفات العامة مثل بدل الإيجار والكهرباء والماء وتكاليف التأمين والترخيص وتكاليف التسويق وتكاليف الاهتلاك والاندثار. من هنا نقول إذا بالنسبة لتجار المفرد أو الجملة تعتبر كافة التكاليف إما ضمن تكاليف المواد المباشرة، وهي ما يتعلق من تعليب وتغليف أساسية ضمن المادة التي تباع الفرد ككتلة واحدة، أو ضمن التكاليف غير المباشرة كما سنراها الآن. إذا أصبح لدينا ثلاثة أقسام أساسية في التكاليف البيع بالمفرد والجملة: واحد، حساب تكاليف المواد المباشرة للوحدة. اثنين، تكاليف غير المباشرة للوحدة. ثلاثة، حساب التكاليف الإجمالية مع بعضها البعض للوحدة الكاملة. بعدما توقفنا على حساب تكاليف المواد المباشرة، المواد الأساسية، الماد وسعرها عند المنتج وكيف وصلت إلينا، ننتقل القسم الثاني، حساب التكاليف غير المباشرة بالواحد. بالنسبة لتجار المفرد أو تجار الجملة تشمل التكاليف الغير مباشرة المصروفات العامة وتكاليف الاهتلاك أو الانتثار كما ذكرنا، وتشمل المصاريف العامة كافة التكاليف اللازمة لتشغيل المشروع غير تكاليف المواد المباشرة. إذا نستثني تكاليف المواد المباشرة، كل شيء غير المواد المباشرة تدخل هنا في التكاليف الغير مباشرة، بما في ذلك الأجور والمزايا التي تمنح للموظفين أو المكافآت. بعبارة أخرى، تسجل التكاليف التي لا تدخل ضمن تكاليف المنتجات التي يتم شراؤها من أجل إعادة بيعها ضمن التكاليف غير المباشرة. تعالوا مع بعضنا نستعرض كيف قام سليم صاحب متجر بالمواد الغذائية بتحسين التكاليف، وكيف تعرف على تكاليفه الغير مباشرة.
لحساب التكاليف غير مباشرة للوحدة يجب تقسيم مجموعة التكاليف غير المباشرة الشهرية على كل المنتجات التي تم بيعها. من هنا نتوقف عند هذا المثال الذي توقفت عنه الشركة سليم. كيف حسب الأمر؟ لكي يحسب سليم تكلفة المواد الغير مباشرة يجب حساب نسبة تحميل التكاليف. ما هي النسبة المقدرة من التكاليف الغير مباشرة التي نحسبها على هذه النقطة؟ وهي النسبة من مجموع التكاليف غير المباشرة الشهرية ومجموع التكاليف المباشرة الشهرية، أي بنسبة التي يجب زيادتها على تكاليف المواد المباشرة لتغطية التكاليف غير المباشرة. من هنا نتوقف عند هذا المثال. إذا لاحظوا معنا، في عنا تكاليف المواد المباشرة للوحدة مثلا هو 75، عنا ما هي النسبة التي نحملها من التكاليف غير المباشرة حتى تخرج معنا التكاليف المباشرة للواحدة. لو بتلاحظوا معنا، نحن الآن وضعنا نسبة تكاليف غير المباشرة نقسمها على تكاليف المواد المباشرة الشهرية. مو عندنا مواليد مباشرة أو قيمة الأساسية للقطعة مثلا قيمتها 75%، هذه قيمتها ما هي قيمتها؟ نقسم هذا المبلغ على المبلغ المطلوب ثم نقوم بضربه بمئة. لاحظوا هنا عندنا التكلفة المباشرة في المثال 2053، تكاليف المواد المباشرة الشهرية 10500، لو قسمناهم مع بعض وضربناهم 100 بطلع معنا 19.55. هذا نسميه نسبة تحميل التكاليف الغير مباشرة على التكاليف المباشرة حتى تخرج معنا قيمة الوحدة. بعدما تعرفنا كيف تم استخراج التكلفة الغير مباشرة للوحدة، نقوم بوضع هذا الجدول، جدول استمارة حساب التكلفة الواحدة. نضع تكلفة المواد المباشرة، تكلفة المواد الغير مباشرة، نقوم بجمعهم مع بعض البعض، بخرج عنا تكلفة الوحدة. مثلا الفول مدمس 75% زائد 15% بيخرج عنا 90%. نفس الشيء طحين نوع براي عنا 20% بطلع معنا 1.20% النتيجة. من هنا نستطيع أن نعرف قيمة التكاليف لدينا حتى نوصل إلى هذه النتيجة. إذا صار في عنا خطوات بسيطة في تكلفة البيع بالمفرد والمجمل، أصبح نعرف المادة الأساسية ثم نجمع معها المواد الغير مباشرة ثم نخرج إلى التكاليف الإجمالية. الآن الشيء الأهم، السؤال اللي طرح نفسه أو طرحناه في بداية الجلسة، طيب أنا ما عندي تصنيع، أنا بشتري المواد من بائع جملة وببيعها منفرق، أو بشتريها أنا من تجار المنتجين من الشركات الانتاجيه وببيع بالجمله ان كنت تاجر جمله او كنت تاجر مفرق، نفس الشيء كلها بتنحسب التكاليف. كيف يتم حساب التكاليف للباعه؟ امر بسيط جدا جدا. هناك لاحظوا معي عندي تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره، نقطتين فقط لا غير. النقطه المباشره، التكاليف المباشره هي اللي اخذناها نحن قيمه الماده الاوليه وصول لي. إذا في أشياء تتمات أو روابط لها قيمة، ذكرنا المقياس عنا في التكاليف الأساسية تكاليف مباشرة، أنه يكون الأمر الإضافي إذا بدأ أحسب قيمته بالتكاليف مباشرة يكون قيمته مرتفعة. يعني أنا جبت صناديق والصناديق غالية وعلمت العلب بالصناديق، هذه بضع على لكل قطعة أو لكل أمر. لماذا؟ لأنه سعره له فرق، له قيمة وسعره يمكن حسابه. ولكن إذا أنا أضفت أشياء إضافية بسيطة، أشياء يصعب حسابها أو قيمتها زهيدة، لا يتم حسابها، يبقى حساب المادة اللي اشتريتها أنا على ما هي عليه ما دام أنا ما عدلت ولم أضف لها أمبلاج إضافي ولم أضف لها شيء. الكتلة التالية المصاريف الغير مباشرة اللي ذكرناها سابقا. شو في عندي أنا؟ عندي الماء، الكهرباء، الآجار، حتى آجار العمال، كل شيء يعتبر بالمصاريف أو بالنفقات الغير مباشرة. لماذا هنا اعتبرنا؟ هذا السؤال بطرح نفسه، سؤال عليكم أنتم، لماذا اعتبرنا إذن هنا كل العمال اعتبرناهم نفقات غير مباشرة وجمعناهم مع بعضهم؟ لماذا لم نقم حسابها مع التكاليف المباشرة؟ هاتوا لنشوف يا جماعة،
مين عنده فكره ويجاوبنا عن هذا السؤال او هذه الفكره؟ وين ايديكم؟ ما في ولا ايد. انا جاهزه. جاهزه جاهزه. اهلين دكتوره رشيده، وين كنتي متخبيه؟ خرجتني الانترنت استاذ. قلت لك انا انت وفوزيه سوا فيني وهربوا. والله الله غالب. الله غالب. الحمد لله الحمد لله. الان تفضلي دكتوره. مين عندنا؟ نور الهدى. نور الهدى تفضلي. نور الهدى استاذ، نفقات الاجور والرواتب عند التجار تعتبر من نفقات العامه، ما تعتبرش من نفقات العماله. من المصاريف العامه ما بنعتبرها بالتكاليف مباشره، نعتبرها تكاليف غير مباشره. لماذا؟ كيفاش لماذا؟ دكتورة رشيدة. نعم؟ لا، نشاط تجاري مش صناعي. أحسنتي، هذه نقطة أساسية، لأن يقوموا بعمل إداري ما مصنعين، ما بقوموا بصناعة. الشيء الآخر أيضا سبب آخر، هذا سبب، في سبب آخر كمان قوي، كمان قوي. مين عنده سبب آخر؟ أستاذة زاهية ما عندها رفع إيدها. دكتورة رشيدة شوفي عندك. والله عندي انني نقول باللي العمليه التجاريه هنا عمليه تجاريه، وبالتالي شراء المواد، مواد تشترى مباشره، العماله مباشره تكون ضمن التكاليف الغير مباشره للمؤسسه، بالتالي عندنا المباشره المواد المشترات و المصاريف الغير مباشره. الدكتوره امينه كمان ضافت امر انه العمل التجاري ممكن يكون يمارسه من شخص واحد، ممكن، ولكن نحن كنا نمارس راتبه، كنا نحطه بالنفقات المباشره، ليش وضعناه بالنفقات الغير مباشره ضمن المصاريف؟ استاذه زهور رفعت ايدك، مشوا. استاذه زهور مرضانه؟ دخلتي رجعتي على البيت ولا بالمستشفى؟ استاذه زهور اول كل شيء. شكرا دكتور. قلنا انه التكاليف المباشره هي اللي بتدخل في الانتاج، في انتاج السلعه. جيد. يعني ما نقدر نحسبها في التكاليف المباشرة، مع أنها أيضا تكاليف غير ثابتة. صحيح، لذلك أنا هذول ما اشتغلوا معي بالإنتاج ولا في عندي بالإنتاج، كيف يدخلهم بالمصاريف المباشرة؟ شيء آخر، هذا قد يبيع عدة قطع ناعمة، عدة أشياء، يصعب علي حسابه من داطع أنا تكاليف المباشرة في بيع خرازة الورق أم في بيع الأوراق، خاصة إذا عمله مكتبي. هو بشتري أشياء مكتبية وبيعها بالمفرق، أنا كيف بدي أحسب كل جزء على حدة وأحسب تكاليفه المباشرة؟ صعب علي في هذا الأمر، لذلك بحسبها كلها بتكاليف الغير مباشرة. لاحظوا الفرق كيف كان سهل؟ إذا لاحظوا في العمل التجاري يكون الأمر سهل جدا جدا، لأنه ما عندي أنا النظر إلى الأمور الدقيقة. وبالأصل نحن لازم نتعتمد في حساب التكاليف، مبسط الأمر ما نصعبه على أنفسنا. يا جماعة عنا نحن بالأصل مشروعنا هدفنا لا الذي لا يدرك كله يدرك جله. أنا بالنسبة لي أحسن ما أضيع كل شيء من أموال خليني أدرك معظمه، هذا المقصود منا في حساب التكاليف. لهذا لا تشددوا على أنفسكم كما شددت بني إسرائيل، هذا أقولها دائما. في ناس بتتعب نفسها بحساب التكاليف وتذهب وراء أشياء بسيطة وخلافات، هل هذا تكاليف مباشرة أم تكاليف غير مباشرة؟ أقول لك ريح نفسك، لا تكن مثل بني إسرائيل، شددوا على البقرة فشدد الله عليهم، بسطوا الأمر وجعلوا الأمر سهل وجعلوا فيه مرونة وتقبل منكم، بكون الأمر جدا جدا بسيط. مثل العمل التجاري، شو بتحسن تحسبه اتعامل معه. نحن بموضوعنا بعض الأحيان ما دام الأمر بده ينحسب في النهاية إن كان مباشر أم غير مباشر، لماذا ترهق نفسك في بعض الأمور؟ أنا ما أريد أو غايتي من هذه الجلسة أنك لا تضيع عليك بعض الحسابات بعض الأموال. مثل ما ذكرنا الأستاذة منى، الأستاذة منى ذكرت لنا أنه هي تتعامل في حساب التكاليف بطريقة مختلفة. كيف إنها تحسب سلس قيمة المواد، سلس قيمة وزعت ثلاث أسلاك، هذا حسب وجهة نظرها. إذا ترجع عنا على حساب التكاليف حساباتها لا تصلح أبدا أبدا، ولكن بالنسبة لها ما دام تزيد الأرباح أو تكبر الشركة وتنمو الشركة وتعمل عليها معناها هي صح.
ولهذا انا بفضل لها انه ترجع بعض الاحيان تحسب التكاليف على هذا المبدا. كيف بدها توجد الفرق؟ قد تجد بعض الثغرات او بعض النقاط تحسن الى المؤسسه. انتبهوا لعلي، نحن قلنا حساب التكاليف تحسن من عمل المؤسسه وتحسن من جوده المنتج، وتجعلك تتخلص بعض الاحيان من بعض الاشياء التالفه او الاشياء الغير مفيده في المنتج او المشروع. لهذا أنا أنصح باستمرار أن نعود إلى حساب التكاليف القانونية الموجودة عندنا. بتمنى أن ترجعوا المذكرة. أستاذة زهرة رفع إيدك أم قديمة؟ أنا قديمة قديمة بالطول. قديمة، وين أنت في البيت ولا بالمستشفى؟ لا أنا في البيت الحمد لله. الحمد لله في البيت، الحمد لله على سلامتك، طمنونا عنكم، الحمد لله رب العالمين. طيب قديمة ليش رجعتي رفعتي إيدك؟ لا لا انا قست التليفون دكتور. الله يعطيك العافية. جيد، بهذا الشكل ممكن نقول من احب ان يزداد من معلومات التكاليف وحساب التكاليف امر سهل للغاية جدا جدا، عليه ان يرجع الى المذكرة، وسوف يجد في المذكرة لدينا جميع الامور التي يحتاجها بالتفصيل. لاحظوا معي الأمور تحتاج بالتفصيل، ممكن ترجع للتكاليف التصنيعية، الجملة والحساب، هذه كلها على هذا المبدأ اللي شرحناه في القسم الأول. ولكن الأقسام الثانية فيها بعض التفصيلات الإضافية لمن أحب أن يستزيد، وخاصة في مجال الصناعات هذا الأمر جدا له فائدة كبيرة. بهذا الشكل ممكن أن نقول أننا أنهينا موضوعنا في هذا اليوم. بقي عنا أرسلكم استمارة الأخيرة ونناقشها مع بعضنا البعض. في عنا استمارة لازم تكون وصلتكم يا جماعة على استمارة ثانية مراجعة المعلومات التي أخذناها. مدرب ريثما نناقش بعض الأسئلة. وصلتنا استمارة الآن، دخلت إلى الواتساب، بتمنى أن تجاوبوا عليها. وإذا لكم أي سؤال أو استفسار أهلا وسهلا بكم. إن لم يكن هناك استفسارات نقول لكم الله يعطيكم العافية. يوم الاثنين عنا جلسة نبدأ قبل رأس السنة في شيء اسمه التخطيط المؤسسي والتخطيط المالي. يا جماعة أنا الآن عنا الموضوع في غاية الأهمية اللي هو التخطيط المالي أو التخطيط المؤسسي. الحقيقة موضوع جدا مهم. أنا حبيت أنه يكون في هذا الأسبوع قبل رأس السنة، حتى إذا عندك رغبة أنك تخطط لنفسك وتخطط لمشروعك، جميل. كثير من الناس تنتظر بداية العام حتى تخطط له، وبتصور هذا الوضع جدا مهم. إن كان التخطيط المالي أو التخطيط المؤسسي أو التخطيط للمشروع، كلها مع بعض إجراءات إدارية مهمة، وهذا وقتها. لأن موضوعنا حقيقة القسم الثاني كان فيه نقاط جدا مهمة بتمنى أن تراجعوها، وخاصة اللي بهمه حساب التكاليف. حقيقة موضوع جدا مهم مع بساطته، ولكن فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، وبتمنى أن نشتغل عليه ونستفيد منه، لأنه هو مادة أساسية، خاصة من حابب يتخصص في المستقبل بالتحليل المحاسبي وبالتسويق بهذه الأعمال هو يحتاجه بالأصل. في سؤال طرحناه ولم يأتني الجواب. يلا يا جماعة، وعدكم بمكافأة، بدي أعطيه هدية تحية مع قلب، مع شيء جيد جدا. سألنا سؤال، نحن في دورة التسويق وإدارة المبيعات قلنا حتى نسعر المنتج وضعنا ثلاث نقاط أساسية ونقطة الغلاف الكاملة تجمع الثلاثة مع بعضهم البعض. مين بذكرنا بهذه النقاط الأربعة وموجودة في مذكرة التسويق على فكرة اللي أخذتوها؟ يلا يا جماعة، مين بذكر الأشياء يذكرني فيهم؟ ذكرتوا هالشيء يا جماعة؟ هذه الشريحة
هذه شريحة بالمحاسبة وليست بحساب التكاليف. تسعير السلع أو الخدمة، كيف نسعر السلع أو الخدمات؟ كيف نحدد السلع؟ واحد، حساب التكاليف اللي أخذناها، هذه اللي أخذناها هي ركن أساسي لتسعير الخدمة أو السلعة. النقطة الثانية، أسعار المنافسين اللي ذكرتموها. النقطة الثالثة، قدرة الزبون على الدفع. طيب شو النقطة الأساسية؟ طيب أنا حوضعت كل هذه. قال النقطة الأهم من كل هذه السعر الأنسب منهما، أنه تضرب هذه الأشياء مع بعضها بالخلاط وتخرج منها السعر المناسب. بتقول لي كيف؟ أقول لك أنت قد تضع عدة أسعار وعدة عروض، عدة أمور تتماشى مع الزمان وحسب المكان أو البلد اللي أنت فيه. كل هذه الأشياء أنت بتحتار توجد الأنسب. بعض الأحيان نقول السعر الأنسب، السعر الأنسب أنك أنه إذا سعر مثلا القطعة 400 دينار، ما تقول 400 دينار، قول 395 دينار. الناس بتجوا بالسعر 300 أكثر من 400. هذا بعض الأحيان أيضا ممكن يكون السعر الأنسب. ممكن يكون السعر الأنسب إذا بتشتري أربع قطع، القطعة الخامسة مجانا، أنا سويت حسم، سويت عرض إلها، ولكن وضعت من التكاليف، حطيت سعري المناسب، ثم وضعت سعر للجملة. لما أنا ببيع خمس قطع صار اسمه سعر جملة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لهذا بتمنى أنا تتذكروا هذه القاعدة، لا تنسوها على الإطلاق. إذا ردت تحسب تسعيرة أي خدمة أو أي سلعة، عليك حساب تكاليف اللي أخذناه اليوم. الشيء الثاني، سعر المنافسين اللي عبيعه غيرك كم سعرهم، وكيف قدموا الخدمات، كيف الأشياء، ما هو الفرق بينك وبينهم، تدرس المنافسين. الشيء الثالث، قدرة الزبون على الدفع. بعض الأحيان زبون قد يكون في قرية يكون شيء أرخص، بعض الأحيان سعر أقل، يكون في المدينة لديهم قدرة على الدفع أكثر، وهذا الشيء عندنا موجود في كثرة. مثل الأسعار في اسطنبول تكون أكثر من الأسعار بالمدن الولايات الأخرى. لماذا؟ لأن الإقبال في اسطنبول الناس فيها 20 مليون نسمة، 20 مليون نسمة، في ازدحام بين الناس على الأمور. لهذا في مثل هذا الأمر يكون السعر مرتفع أكثر لأن هناك طلب أكثر على هذا الأمر. بهذا الشكل ممكن نكون وصلنا لكم فكرة التكاليف وعمل التكاليف. عنا النقطة الأخيرة اللي ذكرناها اللي هي مادة التخطيط للعمل اللي بعثت لكم مذكرتها. ما دام الأغلبية طلع الاثنين، أستاذ صادق تفضل. ما سمعت صوتك على فكرة، اليومين ثلاثة ما سمعت صوتك. أستاذ صادق تفضل سمعني صوتك. السلام عليكم دكتور. أهلا وعليكم السلام، تفضل. لاباس دكتور. إيه نحضروها شوي دكتور، خلي النهار جمعة نحضروها شوي. هلا شوف، تحضير الوقت هي في جزء إن ناخذ، ولو أخذنا جزء في جزء بده شغل عملي، لأنه التخطيط بده تبرك تشتغل على نفسك، تمسك ورقة وقلم وتخطط، يعني إن كان بالورقة أو بالموبايل. لهذا ان قد تقرا بالمذكره، انا بقول لك الصراحه، تقرا بالمذكره بتاخذ معلومات، ولكن عندما تطبق المذكره عملي هو الفائده الحقيقيه. التخطيط بدون تطبيق ليس له قيمه. انا هذه نصيحه، انا عندي كتاب التخطيط الشخصي، وهذه نصيحه من خلال الدورات اللي وجدتها. التخطيط يحتاج الى تطبيق، تطبق على نفسك اول وتسجل وتشتغل، ولو انك خطوات اوليه اشتغلت. في كثير ناس بتخاف بالتخطيط لانه ما خططت، وجدت انه التخطيط صعب. التخطيط سهل جدا جدا، اصلا انا اللي بضع الخطه وانا اللي من حقي اغيرها، بس انا عم بضع خط سير. لذلك انا بقول انه لما بضع الخطه او المسار الصحيح اللي انا وضعه في المستقبل قد اعدل، ولكن تكون وجهتي اسهل. عندي هدف اريد ان اصل اليه، او عندي خطه وضعها، عندي اجراءات اريد العمل عليها. لهذا انا مع الاغلبيه اللي وضعوا يوم الاثنين، ونحن من الاصل انه يوم الاثنين نستفيد منها. معلش خلينا نستفيد حتى نطبق يوم الجمعه، مثل ما ذكر بعض منهم، ناخذ اليوم ونطبق، ناخذ المعلومات الاساسيه يوم الاثنين ونطبق يوم الجمعه. معلش استاذه زهره، صحيح انت مرضانه، بنخفف عنك الحمل، بتشاركينا شو ما شاركتينا، الله يديك كل خير ويكرمك. ومعنا الدكتوره سميره كمان هربانه، ممكن انا اقدم ما يتعلق، نوزع الموضوع ايضا، نفيدكم بعده مواضيع نتعلق ما يتعلق بالتخطيط الشخصي، ناخذ جزء الشخصي والاسري،
ناخذ جزء بالتخطيط المهني او التخطيط المؤسسي، يعني نستفيد من هذا الامر، لانه حقيقه وقته يعني بنهايه العام او بدايه العام يكون وقت التخطيط، وهذه انا بتصور تكون فيها فائده لك على مدار العام باذن الله سبحانه وتعالى. لهذا الشكل نتوقف على ان نعود يوم الاثنين باذن الله سبحانه وتعالى ونحضر الجزء الاساسي من ماده التخطيط. انا بعثت لكم القسم الاساسي ماده التخطيط نحضره، ولو جزأنا اخذنا جزء يوم الاثنين واخذنا التتمه والتطبيق يوم الجمعه بنستفيد اكثر، لان يوم الجمعه بده يكون تقريبا يوم 29 بالشهر، يعني اليوم 22 سبعه ايام، 29 بالشهر قاربت راس سنه، يعني عندنا بصير عطله، يعني عندنا يوم بصير عطله، العطله عندنا بتركيا بعطلوا على راس السنه وقبلها اليومين ثلاثه بعطلوهم، لذلك قبل ما تلحق العطله بالجزائر ما الجزائر عطله عطله يوم الجمعه. شكرا لكم جميعا، جزاكم الله عنا كل خير. إذا يوم الاثنين إن شاء الله نبقى على تواصل جميعا. شكرا لكم، شكرا لكل من شارك ولكل من استفسر. إذا عندك أي استفسار بتمنى أنا أتواصل على الواتساب، معنا الدكاترة في مختصين ومعنا الدكتور دليل، وأنا أي سؤال أو أي استفسار نحن جاهزون للتعاون معكم. جزاكم الله عنا كل خير.